هنعمل دلوقتي وصفة رز بالبطاطس حلوة جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا. هنعمل رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، بطاطس متقطعة مكعبات، أنا سلقاها نص سلقة، عندي صلصة وعندي بصل مفروم، مية مغلية، زبدة أو سمنة أو زيت زي ما انتوا عايزين، قرفة وكركم، رشة 7 بهارات وملح وفلفل. أنا بحب أميكس الزبدة بالزيت اولا عشان ادي لمعه للرز، ثانيا عشان ما استخدمش زبده كتير، ثالثا عشان الزبده ما تتحرقش، 3 اسباب. فهنا في معلقه زبده، هنزل عليها معلقه زيت ذره، دي معالق الاكل يعني اللي احنا بناكل بيها. بعد كده اعلي بقى النار، انا كنت موطياها على اساس ان احنا ايه لسه ما بدأناش، فنقول بسم الله ونعلي النار. يبقى حطينا زيت وزبده، كالعادة بنبدأ بالبصل وبنتبله بكل التوابل، فآدي البصل لأن هو بعد كده اللي هيوزعها لكل المكونات، وآدي الملح وآدي الفلفل. نظبط الملح إزاي؟ أنا عندي هنا 1.5 كوباية من الرز، يبقى آدي 1.5 معلقة من الملح، ونص معلقة للبطاطس يبقى تمام، لأن أنا لما سلقت البطاطس ما حطيت لهاش ملح. هاخد باقي التوابل مع البصل في الأول، عشان لما شوحه أولا هو ينزل ميته، يدي نكهة للوصفة وياخد من النكهات بتاعة التوابل كلها اللي هيرجع هو يوزعها بعد كده لباقي المكونات بتاعة الوصفة. الرز المصري طبعا جبناه وغسلناه كويس ونقعناه وصفيناه، ننقعه لمدة نص ساعة كده في مية دافية يبقى لطيف جدا، مش محتاج أكتر من كده. يا دوبك سمعت الصوت شميت الريحة هقوم نازلة بالبطاطس الأول عشان أغلفها بكل المكونات والنكهات اللي عندي هنا. تقليبة كويسة جدا جدا بحيث اني اغلف البطاطس بكل النكهات اللي موجودة في الحلة، واقوم نازلة عليها برضو بعد ما غلفتها تماما بالرز، وادي برضو الرز تقليبة علشان اتأكد انه برضو اتوزع كل المكونات والنكهات على كل حبة من حبات الرز، وبعدين اقوم جايبه الصلصه دي مدوبه مع الميه، كميه الميه 1 كوباية لكل 1 كوباية رز، وبعدين اقوم ضيفاهم على المكونات على النار يا حبيبه. هنزل الميه على ايه؟ على الصلصه، ودي طبعا ميه مغليه، نزلتها على الصلصه دوبتها كويس، كميه الصلصه ما تكونش كبيره علشان الرز ما يعجنش مننا، يدوبك معلقة صلصة مليانة كده كبيرة، برضو من المعالق بتاعة الأكل مش المعالق بتاعة الغرف، يعني المعلقة بتاعة الشوربة اللي بناكل بيها، بعدين هنزل بيها هنا. طيب لو حد ما بيحبش الصلصة ممكن ينزل مية بس؟ آه طبعا ممكن ينزل المية بس، لكن عادي جدا انكم تستخدموها من غير صلصة. بالنظر كده أنا محتاجة لسه شوية مية صغيرين، ليه؟ لأن المية هنا مش فوق الرز، المية هنا زي ما أكن الرز تشرب، فالمية موجودة بس مش فوق الرز. مقدار المية للرز لازم يكون ارتفاع عقلة صباع فوق الرز، فهنا ممكن نبص على أيوة أهو شايفين، لا أنا محتاجة لسه عقلة صباع فوق الرز. فأهي تسوية الرز العادية خالص، وما تقلقوش من البطاطس لأننا مدينها نص سوا، فهتستوي مع الرز في نفس الوقت. هديها الاول غلوه لحد ما يرجع مستوى الميه زي المستوى اللي قبل ما نضيف شويه الميه دول اللي هم موجود بس مش على سطح الرز. هقوم مغطيه واسيبه دقيقه كمان على نار عاليه، وبعدين اوطي، بس هنا بقى بوطي خالص 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 عن الرز العادي كمان عشان الصلصه ما تلزقش وتعجن.